يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أحب شخص ولدا له وهي المحبة الطبيعية، لكن أحبه محبة عظيمة حتى خشي أن يحبه كحبه لله، فهل هذا مما ينكر عليه؟ نعم، إذا قدم محبة الولد على محبة الله فهذا لا شك أنه، إن الله جل وعلا قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، هذا تهديد، انتظروا ما يحل بكم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. نعم.